لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. قال الشيخ السعدي رحمه الله: ومنها أنه لا يجوز للإنسان أن يشهد إلا بما علمه وتحققه، إما بمشاهدة أو خبر من يثق به وتطمئن إليه النفس، لقولهم: وما شهدنا إلا بما علمنا. قال قتادة: وعكرماء بما علمنا، وهو أن ابنك سرق. وقال ابن زيد: ما علمنا في الغيب أنه سرق له شيئا، وإنما سئلنا ما جزاء السارق، يعنون بذلك الاعتذار والتنصل، لأن ظاهر الأمر أنه السبب في أخذ أخيهم، رغم أن ذلك ليس هو جزاء السارق في حكم الملك. فهم يعتذرون إلى أبيهم لأنهم حين التزموا للعزيز بأن جزاء من ولد في رحله فهو جزاؤه، ما كانوا حافظين للغيب أي عالمين به، وهو أن أخاهم قد سرق شيئا، فهم ما شهدوا إلا بما علموا من شريعتهم أن جزاء السارق أن يدفع إلى المسروق منهم، أي ولو كانوا يعلمون الغيب وأن أخاهم قد سرق لما التزموا بذلك، والله أعلم. يبقى فيها قولين: وما شهدنا أمامك يا أبانا إلا بما علمنا، أنه قد وقع أن ابنك سرق، أو وما شهدنا أمام العزيز إلا بما علمنا من شريعتنا أن من سرق فهو يؤخذ عبدا للمسروق منه. تحتمل الأمرين، والله أعلى وأعلم. والاحتمال الذي ذكرناه أولا: وما شهدنا أمامك إلا بما علمنا مما وقع بالفعل وما كنا للغيب حافظين، يعني حين طلبنا منك أن يذهب أخونا معنا، لو كنا نعلم الغيب وأن هذا يجري ويحدث لما أخذناه معنا مهما كان الأمر، والله أعلى وأعلم. والمعنى الثاني معنى حسن أيضا، يعني لم نقل جزاؤه من ولد في رحله فهو جزاؤه إلا بما كنا نعلم أنه شرعنا، فلذلك التزمنا للعزيز به. وقوله سبحانه وتعالى عنهم: واسأل القرية التي كنا فيها، يعنون مصر، وهو قول قتادة. والعير التي أقبلنا فيها، القافلة التي رافقناها، اسألهم عن صدقنا وأمانتنا وإنا لصادقون. ولكن ما يغني التأكيد عمن جرب عليه الكذب قبل ذلك، وما يغني السؤال عن أمانة من علم عنه الخيانة قبل ذلك، يعني يسألهم عن الأمانة بتاعتهم وهو عارفهم بنفسه أنهم إيه، أنهم قد خانوا الأمانة قبل ذلك، خانوا أمانة يوسف. والكذب أمر مستمر، منهم كذبوا مرات،
إن اليقين للمعلوم، إن اليقين المعلوم في النفس أبلغ من السؤال، خصوصا السؤال الذي لا يمكن. يعني كيف سأسأل يعقوب القرية التي كانوا فيها؟ يروحوا مصر إزاي؟ سيدنا يعقوب حيقدر يروح مصر عشان يروح يسأل؟ وأسأل القرية التي كنا فيها، كيف يسأل أهل مصر؟ ولكنهم لا يدرون ماذا يصنعون، وكيف يقنعون أباهم بأن هذه المصيبة الهائلة الجديدة لا صنع لهم فيها، وأنهم ما فرطوا هذه المرة، لكنه الجزاء العدل من الله سبحانه. للكاذب الخائن الفاجر أن يرد خبره كله ولو صدق في بعضه، عشان عندنا من عرف عليه كذبة في الحديث يقال عنه إيه؟ كذاب ووضاع، مهما روى من أحاديث ولو صادقة يرد إيه؟ خبر. وكذا في الشهادة، من جرب عليه كذبة رد قوله ولم يعتبر، لم يكن شاهدا عدلا، يخون في شأنه كله، شأن يعني عدل الله عز وجل في الكاذب الخائن الفاجر، أن يرد خبر الكاذب كله ولو صدق في بعضه، ويخون هذا الخائن في شأنه كله ولو كان أمينا في بعضه، ويعامل كفاجر في أمره كله ولو عدل في بعضه. وفي هذا حجة لأهل الحديث في رد حديث من عرف بالكذب، مع أنه لا يكذب في كل حديث يحدثه، ولكن طالما ثبت كذبه مرة فيجب معاملته كذلك حتى يتوب وتحسن توبته، والله أعلم. كل هذا أصابهم بسبب ما صنعوا يوسف صلى الله عليه وسلم منذ زمن طويل، فعقوبة العاصي قد تتأخر. تفتكرش ان انت عملت معصية تاني يوم ما حصل لك شهادة، ما حصل لك حاجة تبقى انت ايه خلاص بقى، يبقى ربنا غفر لك وربنا قبل. لا تدري، لعل العقوبة ايه مؤخرة. اللهم اغفر لنا يا رب. يعني هناك ذنوب تمر سنين طويلة قبل ان ينال الانسان عقوبتها. قد يملي الله للظالم ولكنه لا يهمله ولا يضيع حق المظلوم ودعوته، كما في الحديث القدسي قال الله عز وجل عن دعوة المظلوم: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. حديث صحيح، يعني بعد حين هذه يغفل عنها كثير من الناس، لأن الظلم يبقون ربما سنين طويلة في أماكنهم، وقد ظلموا من الناس من ظلموهم، ويرون أن حالهم في سداد طالما أنهم لم يصابوا بعقوبة مباشرة عقب وقوع الذنب، ويقولون: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. ولم يأتي ذلك فورا، إذن نحن على الحق. هو بيبحث عن أي حجة. هذه القضية قضية خطيرة، وهو أن الذنوب قد تتأخر عقوبتها. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. فسبحان الله، كان هذا الذي يصيبهم من البلاء من أعظم يعني من بسبب من أعظم أسبابه ما فعله بيوسف صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ السعدي: ومنها هذه المحنة العظيمة التي امتحن الله بها نبيه وصفيه صلى الله عليه وسلم يعقوب صلى الله عليه وسلم، حيث قضى بالتفريق بينه وبين ابنه يوسف عليه الصلاة والسلام، الذي كان لا يقدر على فراقه ساعة واحدة. يعني هو بيقول لهم، بيطلبون ان هو يذهب يلعب،
ده هيقعد عدة ساعات. يقولوا إني لا يحزنني أن تذهبوا به، يعني حزين إن هم إيه يروح يلعب، هيفرقوا قد إيه. سبحان الله، يعني عشان نعرف إن سيدنا يعقوب تحمل يعني صبرا يعني هائلا، هو كان لا يعني لا يعني يزول حزنه إذا زاد عن ساعة أو ساعتين، فبقي سنين طوال، عقودا من الزمان، عشرات السنين. يحزنه غياب يوسف عليه ساعة أشد الحزن، فحصل التفريق بينه وبينه مدة طويلة لا تقصر عن 15 سنة. اللي يتأمل يقول لا، لأن سيدنا يوسف كان غلاما وبعدين بلغ أشده، يعني ده ممكن تكون 30 أو 40 سنة. الشيخ بيقدرها ب15، على الأقل هي أكثر من ذلك. ويعقوب عليه السلام لم يفارق الحزن قلبه في هذه المدة، وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. بس هذا قد وقع بعد حزنه المتجدد الذي ذكره بحزنه القديم. يا سبحان الله، ازداد الأمر، ثم ازداد الأمر شدة حين صار الفراق بينه وبين ابنه الثاني شقيق يوسف عليه السلام. هذا وهو صابر لأمر الله، محتسب الأجر من الله، قد وعد من نفسه الصبر الجميل، ولا شك أنه وفى بما وعد به، ولا ينافي ذلك قوله: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فإن الشكوى إلى الله لا تنافي الصبر، وإنما الذي ينافيه الشكوى إلى المخلوقين. قال: ومنها أن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. فإنه لما طال الحزن على يعقوب عليه السلام واشتد به إلى أنهى ما يكون، أشد ما يكون، فقد ابنه الأول، وفقد ابنه الثاني، وفقد بصره الذي لو قدر لقاء أن يراه به، أن يراهما به، فسبحان الله. ثم حصل الاضطرار لآل يعقوب عليه السلام، ومسه الضر، حصل اضطرار الفقر والحاجة وقلة الطعام في جميع البلاد إلا عند أهل مصر الذين دبر الله أمرهم بيوسف صلى الله عليه وسلم، بل ومن حولهم. عند ذلك أذن الله بالفرج، فحصل التلاقي في أشد الأوقات إليه حاجة واضطرارا، لاقى يوسف وهو محتاج أن يراه، فتم بذلك الأجر وحصول السرور. وعلم من ذلك أن الله يبتلي أولياءه بالشدة والرخاء والعسر واليسر، ليمتحن صبرهم وشكرهم، ويزداد بذلك إيمانهم ويقينهم وعرفانهم. سبحان الله، الأمر في هذه يعني هذا الجزء من القصة شأنه عجيب. نقول يعقوب عليه السلام مصطفى بالنبوة والاجتباء بأنه حفيد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لنعلم أن الدنيا لا تساوي عند الله شيئا. قدر الله عز وجل عليه أن يظل معظم أموره حزينا، يعني شوف الحزن قعد قد إيه مع يعقوب عليه الصلاة والسلام. أمور الدنيا لا تساوي عند الله شيئا،
يقدر الله عز وجل فيها أنواع البلايا لأحب أوليائه إليه، وهو عز وجل لا يريد إحزانهم لكن يريد صبرهم، يكره مساءتهم ومع ذلك يقدر الموت عليهم لأن ذلك هو الخير لهم. قال الله تعالى: قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. شيء عجيب والله، كيف كان وقع الخبر على يعقوب عليه السلام؟ ضاع ابنه الثاني الحبيب إلى نفسه بعد غياب الأحب، وغاب الثالث في انتظاره، كيف كان رد فعله على هذه المصيبة الشديدة؟ ثم كيف يكون ابنه الحبيب المربى على عينه الذي يعلم صفاته وسجاياه الطيبة، شبيه يوسف الكريم صلى الله عليه وسلم، قد سرق؟ أمر لا يقبل ولا يصدق، فكان من الطبيعي أن يتهم إخوته الذين سبقت منهم الكذب والخيانة، سبق منهم الكذب والخيانة، ومضى منهم الحسد والضغينة، بأن نفوسهم المريضة قد سولت لهم وزينت أمرا بأخيهم الثاني، فقد كانت كلمتهم هذه المرة وإنا لصادقون شبيهة بكلمتهم أول مرة: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. سبحان الله، كما كان عهدهم في هذه المرة وإنا له لحافظون كعهدهم أول مرة مع يوسف عليه الصلاة والسلام: أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. الوعد هو الوعد والكلمة هي الكلمة، ولذلك قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، هي نفس الكلمة التي قالها يعقوب عندما سمع بأن يوسف أكله الذئب، وكان جوابه مثل ما قال لهم أول مرة: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. قال ابن كثير رحمه الله: قال بعض الناس لما كان صنيعهم هذا مرتبا على فعلهم الأول سحب حكم الأول عليه، وصح قوله بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، يعني اللي قاله سيدنا يعقوب هو صح، سولت قديما مش لازم المرة دي. الذي يظهر والله أعلم أن يعقوب ما قصد فعلهم الأول حتى يتكلف تصحيح قوله بل سولت لكم أنفسكم أمرا، بل كان هذا ظنا من يعقوب أنهم صنعوا مكرا بأخيهم بنيامين، ولا مانع من تجويز الخطأ في الظن على الأنبياء وهم لا يقرون على ذلك. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام ظن أن النخلة إذا لم تؤبر أحسن، يعني كان نباتها حسنا، فوقع بخلاف ما ظن عليه الصلاة والسلام فقال أنتم أعلم بشؤون الدنيا. نقول فإذا كان الخطأ في الاجتهاد في الأحكام في الدين واقعا وجائزا، جائزا وواقعا، فلا أن يكون جائزا وواقعا فيما لا يترتب عليه حكم أو لواحة. صبر جميل أي لا شكوى فيه إلى الخلق، ما أعظم صفات الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. مصيبة هائلة وخطب جسيم نكأ الجرح والحزن الدفين، مع ذلك فلا يقابل إلا بالصبر الجميل، بل ولما زاد الكرب وعظم المصاب واشتد البلاء رجا قرب الفرج من ربه الحكيم العليم الحكيم، فقال عسى الله أن يأتيني بهم جميعا
إنه هو العليم الحكيم، أن يأتيه بأبنائه الثلاثة يوسف وبنيامين وكبيرهم روبيل أو يهوذا أو غير ذلك، وعسى من الله واجبة، وهي من أنبياء الله خبر عن الله، فإن شدة البلاء علامة على قرب الفرج، لأن الأمور يدبرها العليم بأحوال عباده الحكيم فيما يقدره. ما أحوجنا في هذه الأوقات إلى التحلي بهذا الأمر ونشره بين الناس، الصبر الجميل وانتظار الفرج وتوقع قرب الفرج من الله سبحانه وتعالى. إن شدة البلاء علامة على قرب الفرج، لأن الأمور يدبرها العليم بأحوال عباده الحكيم فيما يقدره. ليست الأمور تجري بغير حكمة وإحكام، ليست من صنع البشر، إن المقادير يقدرها العليم الحكيم بعلمه وحكمته وإحكامه لكل شيء صنعه. يعني الحكيم لها تفسيرين، بمعنى ذو الحكمة وهو الذي يضع الأشياء في مواضعها، أو ذو الإحكام الذي يحكم الأشياء، لا يضع الأشياء إلا في مواضعها، ولا يشرع الشرائع ولا يقدر المقادير إلا للحكم والمصالح التي هي أحب إليه مما لو لم يقدر المكروه، فيخلو الأمر عن هذه الأمور المحبوبة. يعني بعض يقول ما كانش يحصل كده، اقتراحات الناس على ربنا اللي بتقعد تتمناها وتقعد تفكر فيها، فبيظنوا ان ايه، ان الاحسن كان ما يتقدرش البلاء ده. البلاء ده معه محبوبات لله، معه عبادات، معه صبر، معه شكوى الى الله، معه حسن ظن بالله، معه رجاء رحمة الله سبحان الله. لو أن المكروه لم يقدر لما حدثت هذه الأمور المحبوبة. كم في هذا الألم الذي قدره الله على يعقوب من حكمة بالغة ومصلحة عظيمة وعبادة له سبحانه وقدوة وأسوة للمسلمين والمؤمنين عبر الزمان، كل من أصابه مصيبة بأن أي نوع فله الأسوة في أنبياء الله، في يوسف وفي أيوب وفي نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك في إبراهيم، وقدوة وأسوة وصبر وحلم، وقدوة وأسوة وصبر وحلم ورجاء وحسن ظن بالله ومعرفة بأسمائه وصفاته إنه هو العليم الحكيم، وشهود لآثارها في الكون، وكم ارتفعت درجات يعقوب عليه الصلاة والسلام عند الله، وكم من ثناء حسن ولسان صدق في الآخرين بسبب موقفه الرائع، فصبر جميل، عسى الله أن يأتياني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. فاللهم لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. وقوله تعالى وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف أعرض عن أبنائه، وتذكر حسنه القديم على يوسف، جدد له فقد الابنين حزن فقد يوسف صلى الله عليه وسلم، بل هو لم يزل مولودا في قلبه، لم يفارقه، ولكن الصبر الجميل منع من ظهور هذا الألم أمامهم. وقد يتعجب المرء من أن الخبر بفقد بنيامين كان يناسبه أن يقول يا أسف على بنيامين،
الخبر الجديد والمصيبة الجديدة هي التي حدثت الآن، ولكنه قال يا أسف على يوسف، حتى ما قالش على يوسف وإيه وأخيه أو يوسف وبنيامين، لا ده سبحان الله. فلا شك أن يوسف صلى الله عليه وسلم كان أحب إليه، ثم إن هذا الموقف ذكره بقيمة يوسف صلى الله عليه وسلم وقدره وصفاته الجميلة. فها هم 11 رجلا لا يستطيعون حفظ واحد منهم، فما قدرهم بالنسبة إلى قدر يوسف صلى الله عليه وسلم؟ إن هذه البلايا إنما يقوم لها يوسف عليه السلام، مقامهم مجتمعين بل خيرا منهم بلا شك، ضيق الحال، شدة الأمر، وفقد الأحباب. فوالله لقد كان يوسف عليه الصلاة والسلام خيرا منهم أجمعين. هو الذي يوسف عليه الصلاة والسلام هو الذي يفرج الله به كرب يعقوب في بنيه، ولكنه يفتقده حينما قال يا أسف على يوسف. إن فقد الرجال وغياب الكرماء وانعدام الثقات هو الذي يؤلم رعاة البشر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الأنبياء هم رعاة البشر، هو الذي إن فقد الرجال وغياب الكرماء وانعدام الثقات هو الذي يؤلم رعاة البشر الأنبياء وأتباع الأنبياء. إن هذا المعنى الله أعلم الذي جعل عمر رضي الله عنه عندما كان يصلي الفجر بالناس فقرأ هذه السورة حتى إذا وصل إلى قوله تعالى عن يعقوب في هذا الموضع إنما أشكو بثي وحزني إلى الله سمع نحيبه ونشيجه من آخر المسجد، البكاء الشديد عندما يصل إلى قول الله إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، وهو الذي يقول أيضا رضي الله عنه اللهم إني أشكو إليك جلد الفاجر وعجز الثقة، ويقول لجلسائه يوما تمنوا فتمنى أحدهم مالا ينفقه في سبيل الله ويتمنى الآخر خيلا يجاهد عليها في سبيل الله وغير ذلك. فيقول عمر لكني أتمنى دارا مثل هذه فيها رجال مثل أبي عبيدة بن الجراح أستعملهم في أمور المسلمين، أو كما قال وإنه والله هم عظيم وشدة شديدة أن يفقد الرجال. إذا كان في زمن عمر والصحابة رضي الله عنهم حوله متوافرون يشكو عمر إلى الله عجز الثقة وجلد الفاجر، بل أعظم من ذلك إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يقول إن الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة، فالراحلة التي تصلح للسفر الطويل وحمل الأعباء أقل من 1% من الناس، فكيف بأزمان إن عدم فيها الثقات وغاب فيها العلماء وعز فيها الكرماء اللهم إليك المشتكى. ويا أسف على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمثالهم وما لهم مثيل وأشباههم وأتباعهم، ماذا نصنع وكيف نهنأ بالعيش والمسلمون قد تضاعف عددهم بآلاف الملايين وتضاعف كربهم ومحنتهم وبلاؤهم وعظم الجهل فيهم وقل العلم فيهم وتسلط عليهم دعاة على أبواب جهنم
من أجابهم إليها قذفوه فيها. اللهم إليك المشتكى وأنت العليم الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.